إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين عاتب الله جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، لأنه نصره نصرا مؤزرا. لأن الآية لو أتممتها لعلمت أنها تذمه، فأنزل الله سكينته عليه. واحد، من هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لما لم تنزل السكينة على أبي بكر؟ يعني الله عاجز عن أن يضيف حرفين، بدلا من أن يقول فأنزل الله سكينته عليه يقول فأنزل الله سكينته عليهما، عليهما حرفان فقط، ما ميم وألف يضيفهما إلى هذه، الله عاجز والعياذ بالله؟ كلا. فلماذا جعل السكينة مقصورة على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الله بخيل والعياذ بالله، فيحرم أبا بكر من السكينة في حال هو أحوج ما يكون إليها؟ ليس بخيلا والعياذ بالله. لماذا حرمه من السكينة؟ سؤال ما استطاع أكبر كاهن بكري متبع لأبي بكر أن يجيب عنه بما يشفي الغليل. لأنه إن قال أبو بكر ليس بمحتاج للسكينة، قيل له إذن رسول الله يكون محتاجا، يعني رسول الله في حالة فزع وأبو بكر ثابت، والعكس هو الصحيح، لأن الآية صريحة تقول لا تحزن، يعني النبي يقول لأبي بكر مثبتا فؤاده لا تحزن، فكيف يكون النبي محتاجا إلى السكينة وأبو بكر ليس بمحتاج إليها؟ زين، إن قلت بأنه لا حاجة لنزول السكينة على غير النبي، ردتك آية أخرى، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. واجب أن تنزل السكينة على المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظات الصدام مع العدو وفي لحظات الفزع، والآيات كلها صريحة في ذلك. فلماذا حرم أبو بكر من السكينة؟ لا جواب يقنع العقل ويشفي الغليل ويقنع الضمير أو يريح الضمير إلا هذا الجواب، وهو جواب الشيعة الأبرار الرافضة، وهو أن أبا بكر إذ كان منافقا فإنه ليس أهلا لنزول السكينة الإلهية عليه، لأن السكينة الإلهية الله لا ينزلها على المنافقين. بس فلماذا حرم أبو بكر من السكينة؟ سؤال ما استطاع أكبر كاهن بكري متبع لأبي بكر أن يجيب عنه بما يشفي.